سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي اون نوفيل فابريكاسيون. في هاد لا فيديو غادي نقومو بصناعة صابونة الجزر اللي كتعطينا نضارة وصحة للبشرة ديالنا، وكذلك كتعمل على قضاء عيوب البشرة مثلا الهالات السوداء وكذلك البثور. وغنحتاجو في التركيبة 20 غرام طين ابيض، 20 غرام نشا الذرة، 10 غرام زيت اللوز، 150 غرام صابون الجليسيرين، 60 غرام عصير الجزر، 10 قطرات من الزيت الاساسي لبذور الجزر. يلا نبداو. اول حاجه نقوم بها غناخذ صابون الجليسيرين وغنديرو في الميكرووند ولا حمام مريم حتى كيذوب. فهاد الاثناء احنا غادي نمزجو التركيبه ديالنا، يعني الاضافات اللي غادي نضيفوهم على صابون الجليسيرين. غادي ناخذ نشا الذره وغادي نضيفو عليه البعض من عصير الجزر، وغادي نحاولو نمزجو حتى كيتمزج لينا تماما. من بعد غادي ناخذ الطين الابيض وغادي نضيفو على الكميه المتبقيه عندنا من عصير الجزر، وغادي نحاولو نمزجوه تماما حتى تيتمزج لينا. من بعد غادي نخلطو التركيبات بزوج وغادي نمزجوهم مع بعضياتهم حتى كيتجانسو لينا. هلا غادي نبدا ندير الاضافات ديالي على صابون الجليسيرين. غادي نضيف الخليط اللي سبق ليا وحضرته من نشا الذره والطين الابيض وعصير الجزر، غادي نضيفهم على صابون الجليسيرين وغادي نبدا نخلط مزيان حتى كيتجانسوا ليا تماما مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف زيت اللوز وانا كنمزج حتى نتاكد ان زيت اللوز حتى هو تمزج ليا مع التركيبه. طبعا الحراره هنا غادي تكون نزلت على 50 درجه سلسيوس. فهاد المرحلة غنقدر نبدا نضيف الزيت الهيتري لبذور الجزر وغادي نمزجو حتى هو مع التركيبة حتى تيتمزج ليا تماما. من بعد غادي نبدا نضيف التركيبة ديالي في المول اللي اختاريت. دائما كنرش بالكحول 96 درجة عاد كنضيف التركيبة ديالي، ومن الفوق ديال صابون الجليسيرين حيت تيتكونوا ليا فقاعات غادي نرش مزيان بالكحول 96 درجة وكنخليه على جنب حتى كيجمد تماما وكيولي صالح انني نستعملو اولا نعلبو الا كان الهدف ديالي هو البيع. دائما صابون الجليسيرين خاص ضروري نغلفوه بالبلاستيك الغذائي لانه كيعرق، يعني مع الهواء غادي يتكونوا فيه واحد البلورات ديال الماء، يعني دائما خاصنا فورا من يبرد ويجمد معنا نغلفوه بالبلاستيك الغذائي. وهذا هو الشكل النهائي لصابونه الجزر. الى عجبكم محتوى القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك، كذلك تشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ولا بغيتوا طرحوا لي الاسئله ديالكم تقدروا تواصلوا معايا من خلال الصفحه الخاصه بالقناه على الفيسبوك او على الانستغرام. بحال هكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نوفيل فابريكاسيون. باي باي.